بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على إمام المرسلين. مرحبا بكل من التحقت بقناة أم عبد الرحمن، سواء كانت مشتركة قديمة أو مشتركة جديدة. اليوم في هذا الفيديو راح نقدم مجموعة من الجمل اللي يستعملها التلميذ في حياته اليومية، علىها باش pour enrichir le vocabulaire chez l'enfant، يعني نثري المفردات عند الطفل. طبعا كيما راكي تلاحظي، باش نثبت هاد الجمل عند التلميذ، توجد الصوره كيما راكي تلاحظيها هنا، والجمل ها هنا في التلاته. طبعا التلميذ كيما راكي تشوفي راهي شاهد في الصوره، والجمل ها هنا. نبدا بالجمله الاولى كيما راكي تلاحظي. ال لي ان ليفغ، لو غارسون لي ان ليفغ، il mange un livre. طبعا الجمله الاولى هي تقرا في كتاب، الطفل يقرا في كتاب، هو ياكل الكتاب. طبعا وين راه الجمله الصحيحه؟ طبعا التلميذ مادام قراها وترجمتيها له وشافها، لا دوزيام فراس سي لو جوست. لو غارسون لي ان ليفغ. طبعا كما كتشوفي حتى الجمل راها في متناول التلميذ السنه الرابعه ولا السنه الخامسه ابتدائي. طبعا السنه الثالثه ما عندناش اشياء كبيره اللي نقدموها له. طبعا هذه التمارين نقدم فيها الفيديو مع اواخر طروازيام اني تريير، مع الفصل، مع نهايه الفصل الثالث. لو ديبي تاع لاني ما تنفعش. نروح لا دوزيام فراس. كيما راكي تلاحظيها هنا الصوره، ها هي هنا امام التلميذ، والجمل ها هي هنا. عندي الجمل il y a du soleil et de la pluie، il fait très beau، il neige demain. نعاود نقرا il y a du soleil et de la pluie، يوجد الشمس والمطر. il fait très beau، الجو جميل جدا. il neige demain، غدا ستثلج. طبعا انا صايب الابن تاعي يقرا، وش بقى له؟ بقى له يحدد الجمله الصحيحه. وراها الجمله الصحيحه هي il y a du soleil et de la pluie، يعني يوجد الشمس والمطر. نروح للجمله الثالثه كيما راكي تلاحظي، ها هي هنا، ها هي ها هي الصوره، ها هي هنا امامك، وها هي هنا الجمل. ال رومبلي لا روزوار، elle remplit l'arrosoir، elle porte un arrosoir، elle arrose la plante. كما راكي تشوفي ها هي وين الطفله، واش راها دير؟ راها تحمل المرش. elle remplit، هي تملا، elle porte، هي تحمل، elle arrose، هي تسقي، و l'arrosoir هو المرش. و la réponse juste، ها la réponse juste c'est la deuxième phrase، elle porte un arrosoir. نروح لوتر فراس، نفس الشيء. ها هو انا عندي التلميذ، باين بلي التلميذ. لي فراس il écrit sa dictée، elle a la main levée، elle lève la main. وراها الاجابه الصحيحه، هو يكتب في الإملاء. elle écrit sa dictée، elle a la main levée، راه رافد يده، عنده الإيد مرفوعة. il lève la main، راه عاد باقية في يده. il lève la main، طبعا هذا واش راه؟ c'est la deuxième phrase، elle a la main levée، راه اليد تاعه مرفوعة. نروح لأخرى فراس. طبعا هذه جمل منها التلميذ كيما راكي تشوفي راها واضحة، التلميذ اللي راه ولدي يقرا عندي، راه يقرا منها، راه يقرا ومنها راه اونريجستري ويغرافي في راسه الجمل والمفردات باش يكون عنده ان فو
فوكابيلا غيش. الطفلة ها هوينة أيه راك تشوف صورها أمامك. لا في هذه ماشي لا فيل سي لا في. لا في مانج لو بواسون. إل نوري لو بواسون. لو بواسون لا مانج. البنت تأكل في في الحوت. نوري لو بواسون هي اللي راها توكل في الحوتة. لو بواسون لا مانج يعني الحوتة هي اللي راها تاكل في الطفلة. إما كيما راكي تشوفي هنايا كاتبين فيش فود. ها نقربها لك. ها هي هنا فيش فود يعني هذاك أكل السمك. يعني الطفلة واش راها دير؟ ال نوري لو بواسون هي اللي راها توكل في الحوتة. نروح للجملة الأخرى طبعا هذه الأخيرة. راكم تشوفوا هنايا نعاود نقص شوية فوالا. الطفلين ها هما كيما راكم تشوفوا. أيا روح نقرا الجمل. Ils font du découpage. Ils dessinent des dinosaures. Ils font de la pâte à modeler. يعني راهم يقوموا بالتفكيك. Ils dessinent des dinosaures. يرسموا في ديناصور. ديناصورات. والجملة الأخرى يفون دي لا بات ا مودلي يعني راهم يلعبوا بالعجين. كيما راكم تلاحظوا ها هما هنا الطفلين كيما راكم تشوفوا راهم يفكوا في اللوحة تاعهم. الوغ يفون دو ديكو باش. نروح للجمل الأخرى كذلك موجودة مجموعة أخرى. ها هي التلميذة والطفلة. شوف الصورة مليح. ها هي لاخاس. إل إكري أو تابلو. إلا أن بونتالون. إل إي دوفون لو تابلو. إل إكري أو تابلو راها تكتب في الصبوع. Elle a un pantalon and a sirwal. Elle est devant le tableau raha amam sabura. Raha amam sabura. Taban waraha la réponse juste. Ah. Kima kit lahdi raha amam sabura. Raha amam sabura. Elle est devant le tableau. Ruh le jumla l'okhra. كيما راكي تشوفيها هاي وينا. هذا هو هذه الصورة هاي وينا. وهذو هما الجمل. نقرا الجمل. Elle se cache derrière les livres. Elle est devant les livres. Les livres sont petits. راها واضحة راها واضحة الجمل. هي تختبئ وراء الكتب. هي أمام الكتب والكتب صغيرة ورهنا جوست. alors c'est la première phrase. elle se cache derrière les livres. نطلع الجملة الأخرى. ها هي وين الصورة أمامنا. Ils vont
du lait. Il fait de recyclage. Il recycle du carton. هو يبيع في الحليب ولا راه يدير في إعادة الأشياء ولا راه يعاود في الكرتون يصنعها بحاجة وخت أخرى. وراه الجواب الصحيح لو ريسيكلاج. راح لي المصطلح بالعربية يعني كي تكون عندنا أشياء ونعاودو تدويرها، إعادة تدوير، إعادة تدوير تاعها. ألوغ كيما راكم تلاحظوا ها إيل ريسيكل دو كارتون. لا فراس سويفونت كيما راكي تلاحظي الصورة ها هوينا نقرا الجمل. Elle fait de la géométrie. Elle fait du calcul. Elle est allongée. كيما راكي تشوفي فيها ou la réponse juste elle est allongée راها ممدوده. Elle fait du calcul راها تحسب. Alors هذه la première phrase n'est pas juste. La deuxième phrase n'est pas juste. واش راها دير؟ Elle fait de la géométrie. Voilà. ها هي الصورة غنية عن التعبير. خلات يروح لي التعبير بالعربية. نروح للجملة الأخرى. il va à la piscine. il va à la piscine. Il a mal au dos. Il fit un coucou de la main. هذا هو الشخص. Est-ce qu'il va à la piscine à la machine le masbah? Il a mal du dos. Il a mal au dos. راه ضره الظهر تاعه. Il fait un coucou de la main. راه يبايع باليد تاعه. وراه لا ريبونس جوست. طبعا سي لا ترويزيام فراس. Il fait un coucou de la main. فوالا الصوره راه ها هي الصوره كما تشوفي راه يبايع باليد تاعه. نروح لوتر فراس كما تلاحظي ها هما الاطفال. الجمل ها هوينا. Il regarde un spectacle de marionnettes. Il joue avec des marionnettes. Ou bien il joue avec des peluches. Oui, le juste. نروح للجملة الأخرى. ها. C'est un monstre. نقصت فقط باش تبان لي فراس. Le monstre est devant le tableau. Le monstre est derrière le tableau. Le monstre écrit au tableau. Devant, il y a un maman. Derrière, il y a Wara. Écrit, il y a Yektab. Où est la réponse juste? Regardez. Ah, il y a un maman savoir. Le monstre est devant le tableau. Le monstre est devant le tableau. طبعا راها كثيرة ومن الفيديو يجيني طويل نتوقف في هذا عند هذه. ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو وهذه الطريقة في الاكتساب. ان نقدم لكم ان اوتر فيديو بصح حسب لي كومونتير اللي كانوا لي كومونتير واستاذة ماذا بك نزيدها اللي ما لقيتش ما نديرهاش. نتمنى انكم استفدتوا من هذا الفيديو.
إلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله تعالى.